اهلا بكم مره تانية. من يوم ما اتولدنا واحنا صغيرين باجيال مختلفه، طول الوقت بنسمع الكلمه دي انه من غير التعليم مفيش نهوض ولا في تطور ولا في اي نوع من انواع التقدم ممكن يحصل لاي بلد. طول الوقت بنسمع اراء الخبراء واراء الباحثين والدارسين. عمرنا فكرنا نسمع اراء الطلاب والتلاميذ الصغيرين؟ انا اتصدمت الحقيقه. على الفيسبوك بنلعب بندور، لقينا ام كاتبه قصتها مع بنتها. كاتبه كلمه واحده، بنتها راجع من المدرسه بتقول لها انا مش عاوزه اتعلم، انا عاوزه اموت. بنت عندها 11 سنه، فما اعتقدش انه ممكن تكون هذه الطفله الصغيره بتمثل او بتأفور. هي بتقول احساسها باللي شايفاه، وقالت لها ان عقلي مات. احنا طلبنا من هذه الام ان هي تصور لنا الحوار اللي دار بينها وبين بنتها في صيغه رساله لوزير التعليم عشان كله يكون بين ايدينا صوت وصوره. مريم امين ومامتها مدام رحاب الجندي صوروا لنا هذا الفيديو وبعتوه خصيصا لاخر النهار، هنشوفه ونرجع ناخد راي حضراتكم. مريم ايمن، انا في الجونيور 4 عندي 11 سنه. عايزه اقول لوزير التربيه والتعليم ان انا تعبت، من المدرسه انا وكل اللي في سني تعبنا، مش عايزين نتعلم، عايزين نموت. يعني كل دي حاجات مدرسه، دي حاجات كتيره قوي، الشيتس والكتب والكراسات والورق، يعني حاجات كتيره. انت شايفه ان انت مش مبسوطه؟ انا مش مبسوطه. طب انت شايفه ان الحاجات دي كتير تدخل مخك؟ حاجات كتيره قوي عشان تدخل مخي. اذا ماما بتتلخبط انا هحفظ كل ده في الامتحان؟ طب انت شايفه ان مش الطفوله اسعد مرحله؟ الطفوله اصعب مرحله في حياتي. يعني ماما وبابا دايما بيقولوا لي دي الطفوله دي لازم تستمتعي بيها، دي اجمل وقت. يعني انا من الساعه 5 الصبح لغايه الساعه 11 بذاكر، امتى هلعب؟ لما ابقى في سنهم، في سن ماما وبابا وتيتا. صعب. انت عايزه تشتغلي ايه يا مريم؟ انا مش عايزه اشتغل حاجه. مش انت كنت عايزه تبقي دكتوره وانت صغيره؟ وانا صغيره كنت عايزه ابقى دكتوره، دلوقتي انا عايزه اموت، عايزه اعيش، يعني او ممكن اعيش حياه سهله شويه. حياه سهله ازاي يعني؟ يعني عايزه شغلانه من غير تعب، مش عشان اشتغل لازم يكون حاجه صعبه قوي. طب انت اي شغلانه هتشتغليها لازم تتعلمي الاول. مش كل الشغلانات. طب ومين انت شايفه مين يطلع في البلد بقى دكتور ومهندس وحاسب وظابط ومدرس؟ اللي عايز يتعلم وعايز يجتهد وكده يكمل تعليمه. طب وانت مش عايزه تجتهدي؟ انا عايزه اجتهد، بس تعبت من المناهج، يقللوها او يبدلوها. طب انت هتعلمي ولادك؟ انا مش هعلمهم، انا ليه؟ بحبهم مش عايزه اعذبهم. انت شايفه ان انا بعذبك؟ ايوه يا ماما. بتتعذب البنت، بتقول لها يقللوها يعدلوها، هو ده اللي بنتكلم فيه طول الوقت. جربنا نسمع صوت التلاميذ الصغيرين اللي هم في قلب العمليه التعليميه. يعني ايه بنت عندها 11 سنه تبقى عاوزه تموت ومش عاوزه تتعلم، مش عاوزه تتعب، مش عاوزه تجتهد؟ مين وصلها للدرجه دي؟ هل المدرس؟ هل المناهج؟ انا عاوز اسمع راي الدكتور طارق شوقي رئيس مجلس تخصصي للتعليم بمؤسسه الرئاسه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. رأي حضرتك في اللي انت سمعته ايه؟ طفلة عندها 11 سنة تعبانة من المناهج، مش عاوزة تتعلم، كان نفسها تبقى دكتورة من كتر الشيتس والورق والكتب والمناهج والحصص والدراسة وطريقة التعامل المدرسين، ودي في مدرسة خاصة بالمناسبة، في مدرسة انترناشنال، ومع ذلك مش عاوزة تتعلم، شايفة انه يا اما يعدلوا المناهج يقللوها. والله يعني انا بشكركم الحقيقه على الفيديو ده بالذات، وعلى ان احنا لاول مره بنسمع من صوت الاطفال نفسهم، وده اللي انا وزملائي في المجلس بنحاول نناقشه كثيرا وبنقوله كثيرا وبنحاول نصلحه. بس لازم الناس اللي بتشوفنا كلها تقتنع ان في عندنا مشكله عميقه ومحتاجه تكاتف كبير جدا، محتاجه جراحه عاجله. يعني المنظر اللي شفناه ده مؤسف جدا جدا جدا، ان نوصل الاطفال لقتل ابداعهم للدرجه ان بنت في السن ده تقول انا افضل اموت، دي كلمه كبيره جدا جدا جدا. فاحنا في احاديث كثيره مع كثير من مؤسسات الدوله بنقول لهم ان احنا شايفين ان التعليم في مصر مش مجرد ان هو مش كويس، لا، ده
ده نزيف مستمر. الاطفال مريم دي مش لوحدها، في مئات الالوف زيها، فكل يوم بيعدي بنخسر اطفال بقتل ابداعهم وكسر نفسهم وتزهيقهم، ودي نتيجه مؤسفه للغايه. يعني تخيل مريم دي عندها 18 و20 و22 هي شكلها ايه؟ فالقضيه ما اصبحتش تحتمل قص ولزق، يعني عاوزه اعاده بناء كامل لمنظومه التعليم، وليس تصليح سطرين في كتاب والكلام ده، اعاده نظر من القاع بقى من تحت خالص، ونبتدي جيل جديد بنوع تاني من التعليم. التعليم ما هواش لا حفظ ولا صم ولا استعاده معلومات ولا اي حاجه من دي خالص. فيعني للاسف احنا اخذنا وقت كتير قوي، سنين كتيره، والمساله اصبحت من الخطوره ان ما نقدرش نحتملها اكتر من كده. ولكن في المقابل في جهود كبيره جدا بتحصل، وهيعلن عن كثير منها بكره ان شاء الله الصبح. يمكن الناس سمعت في شهر نوفمبر عن مشروع كان المجالس بتعمله اسمه بنك المعرفه المصري، لسه مش واضح قوي هو ايه، بس ده قاعده هننطلق منها ان شاء الله بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي، ان شاء الله يعني نحط منظومه جديده للتعليم مبنيه على مجموعه اخرى من المهارات تحتفظ للطفل بالشغف وبالحب المعرفه، ما نوصلش بطفله زي مريم انها تقول انا افضل اموت على اني اروح المدرسه. يعني المشكله في كده المدرسه بتزهق الاطفال. هي قالت حاجه مهمه قوي، ان مش قادره تعيش حياتها كطفله. يعني احنا لما وضعنا المناهج دي عبر السنين نسينا انهم اطفال. الاطفال لازم يلعبوا، لازم يعيشوا كاطفال. الدراسه تشغل 30-40% مش 100% من وقتهم ابدا. لان جزء من التطور الطبيعي بتاعهم انهم يعيشوا الطفوله. ده اهم كتير ساعات من المنهج اللي بيحفظوه. ثم انه في العصر اللي احنا فيه للمعلومات بقت متوفره في كل مكان، مفيش اي قيمه مضافه ان انا احفظها. صحيح. عشان استرجعها، دي مهاره غير مطلوبه. صحيح. وبالتالي مهارات القرن اللي احنا فيه اختلفت خالص. بقت مهارات تحليلية أكتر، قدرة على النقد، قدرة على البحث عن المعلومة، قدرة على تقييمها، مش حفظها. يعني حضرتك شايف يا دكتور أنه التعامل بالقطاعي مع موضوع أو قضية التعليم ما عادش هيجيب أي نتيجة، وإحنا لابد أن ناخد الموضوع من جذوره بقى، خصوصا التعليم الأساسي. طبعا لازم، يعني الفكرة اللي بنحاول نطرحها أنه لا، الموضوع ده خلاص، ده السيستم الموجود عندنا فشل فشل ذريع، واحنا في قاع الترتيبات الدوليه باجمعها. وبالتالي مفيش جدل حول هذا. الحل بتاعه ما اجيبش سيستم مش شغال وافضل اصلح فيه. لا، لازم نبني سيستم جديد خالص، نعيد من الاول. سؤال بسيط خالص، الطفل اللي داخل لي عنده 3 و4 سنين، انا عاوزه يبقى شكله ايه؟ مواطن شكله ايه؟ وعنده 16 سنه. ايه المهارات اللي عنده؟ وابني مناهج وطريقه تعلم ومستوى معين من المعلمين، اعيد المنظومه كلها اللي تجيب لي النتيجه دي. انما طول ما احنا مش عاوزين نناقش المشكله كما هي مش هنوصل لحاجه. طب دكتور مريم معانا على التليفون دلوقتي، والده مريم، حابب توجه لهم اي حاجه، اي رساله، تعمل ايه مع مريم؟ تقول لهم انه بكره احسن؟ لا، هو بكرة أحسن بكل تأكيد. وطول ما احنا بنبحث المشكلة وسمعنا صوت مريم وسمعنا صوت والدة مريم، وحضرتك أتحت لهم الفرصة دي وكلنا سمعناها، احنا بس اللي بنكلم بعض، يعني الناس اللي شايفانا كلها سمعت، دي خطوة جيدة جدا. بس يمكن الرسالة دي ياريت الناس تقراها، على انها مشكلة قومية لمصر، لازم كلنا نشترك في حلها، من اهالي لمعلمين مش بس الوزير او الحكومه، لا، لازم نقتنع ان دي القضيه نمره واحد، ونحط مواردنا واهتماماتنا كدوله في هذا الاتجاه اكيد. يعني صحيح. بشكرك جدا دكتور طارق شوقي، رئيس مجلس تخصصي للتعليم بالرئاسه، واحنا مع حضرتك كتف بكتف في هذه القضيه، اللي زي ما بقول لحضراتكم، لو عاوزين ثوره بقى في مصر بجد، تبقى ثوره مريم، يبقى اسمها كده ثورة مريم. أنا معايا مدام رحاب الجندي، والدة مريم اللي صورت الفيديو. أنا حابب في الأول أقول لحضرتك مساء الخير، وبشكرك جدا على الفيديو وعلى الحوار الهادي اللي أتمنى إن كل أب وأم في بيوتهم بيعملوا كده مع أولادهم فيما يخص مشاكل التعليم على وجه الخصوص. مساء الخير يا مدام رحاب. مساء الخير، أهلا بحضرتك. الحمد لله. مريم مبسوطة دلوقتي؟ والله هي هتبقى مبسوطة لو الدنيا اتغيرت.
طب احنا هنعمل لها هنعمل احنا هاشتاج مع بعض، وهنعمل كأن الفيديو ده نقطة انطلاق لثورة في التعليم، لأنه لم يعد مقبول على الإطلاق إن يبقى في حلول زي ما قال الدكتور طارق كده، حلول بالقطاعي في القضية بتاعة التعليم، عشان يبقى عندنا 10,000 أو أكتر زي مريم محبطين بالشكل ده. أنا حضرتك بس أنا عايزة أقول لحضرتك إن في أطفال عايزين يسيبوا البيت ويهربوا، وفي أطفال مش عايزة تتعلم أصلا، وفي أطفال زهقت من حياتها. إيه اللي يخلي أطفال في السن ده يوصلوا للمرحلة دي؟ غير ان منهج كل مره بنقول ان احنا هنعدله ومفيش حاجه بتحصل، اللي بيحصل ان الحاجات بتصعب، ان الحاجات مش بتتطور، بالعكس انتوا بتقيسوا حاجات. انت حضرتك لازم تشوف المنهج بتاعهم. منهج سنه رابعه ابتدائي ده من أسوأ المناهج، انا شفت اولى ابتدائي وحش، ثانيه ابتدائي وحش، ثالثه ابتدائي وحش، نفس الحاجه ادينا في سنه رابعه. ايه الفكره ان انا اقعد احفظ الولاد يعني ايه جبل ويعني ايه بحر ويعني ايه محيط، كميه تعريفات لا نهائيه في ماده زي الدراسات. مع ان بمنتهى السهوله لو انا جبت خريطه مجسمه وريتها للولاد خلاص انا حليت المشكله، شافوا بعينيهم. ايه الفكره ان هم يقعدوا يجمعوا بالملايين وبالمليارات ويطرحوا معلش سؤال، امتى حد معاه حاجه بالمليار، ان شاء الله مليار وحده فشار، هيعمل بيهم ايه؟ هيجمعهم ولا يضربهم ولا يطرحهم؟ دي شكاوي مريم؟ انا وصلت الرقم بالمليار يعني، دي شكاوي مريم يا مدام رحاب صح؟ اه شكاوي مريم، شكاوي مريم ان مثلا حاجه في الساينس بتدوني بالبرسنت، يعني حاجه بالنسبه المئويه، اذا كنت انا ما خدتهاش في الحساب اصلا ازاي احرفها في العلوم؟ انا مش فاهم يعني ايه نسبه مئويه؟ يعني ايه نسبه الاكسجين 21%؟ يعني ايه؟ يعني ايه كلمه 21؟ يعني ايه في المية؟ تمام. طب هي الحاجات مترابطه ببعضها، تمام، ليه اجمع بكل الكميات دي؟ ليه اطرح بكل الارقام دي؟ إيه طيب هي مريم معاكي مدام رحاب بعد اذنك؟ اه موجوده. ده ممكن تديهاني اكلمها؟ حاضر ثانيه واحده، تعالي يا مريم كلمي. الو الو مريم ازيك؟ كويس. لسه عاوزه تموتي بعد ما عرضنا الفيديو وخلاص، والدكتور طارق شوقي بيقول ان احنا هنبدا من الفيديو ده قضيه لتطوير التعليم؟ برضه لسه عاوزه تموتي؟ انت ايه اللي مضايقك في المدرسه يا مريم؟ غير اللي انت قلتيه ده، ايه اللي مضايقك في المدرسه؟ ان في حاجات كتير قوي صعبه عليا وانا مش فاهماها حتى. طب لما بتتكلمي مع اصحابك اللي معاكي في الفصل، هم عندهم نفس الكلام ولا في ناس بقى شاطرين وانت كسوله شويه؟ لا هم كلهم نفس الكلام. نفس اصحابك الصغيرين اللي معاكي في الفصل عندهم نفس المشاكل دي، متضايقين من المنهج، متضايقين من الكتب، متضايقين من الشيتس اللي بتاخدوها، ولا المشكله في تعامل المدرسين معاكم؟ هو بصراحه الاثنين، احنا عندنا مدرسين ساعات لما نقول لهم احنا مش فاهمين مثلا الدرس ده يقولوا لنا لا احنا شرحنا مره واحده خلاص. طب ايه اللي انت عاوزاه؟ ان المناهج صعبه ومفيش وقت. ايه اللي انت عاوزاه يا مريم في المنهج اللي بتدرسيه؟ ايه اللي انت عاوزاه في المدرسه؟ عاوزه تروحي تلاقي ايه؟ عايزه اروح الاقي الحاجه متغيره خالص. عايزه الاقي المناهج بقت سهله شويه. عايزه العب، انا يا دوب الحصه يعني ساعه الا ربع والبريك 10 دقايق، يا دوبك انزل يعني ما الحقش حتى اروح الحوش. تمام. أنا بشكرك جدا يا مريم، وبشكر مريم أيمن، وبشكر مدام رحاب على الفيديو ده، ويا رب يكون بداية كده نبدأ بيها السنة الجديدة، يبقى مشروعنا القومي في 2016 هو التعليم، تبقى ثورتنا اللي جاية ومظاهراتنا اللي جاية وغضبنا اللي جاي للتعليم. وزي ما مريم قالت، هي عاوز تلعب مش عاوزة تكبس فوق نفسها.